بعد الموافقة رسمياً على التوغل البري في لبنان، الجيش الإسرائيلي يكشف في بيان عن أسماء الفرق العسكرية الثلاث التي ستقود العملية في الشمال. الفرقة 98، أو كما تعرف عن نفسها بتشكيل النار، هي فرقة من المظليين والكوماندوز في الجيش الإسرائيلي، نفذت عمليات واسعة في غزة قبل أن تنتقل إلى الشمال. ويقول عنها سكان القطاع إنها أسوأ الفرق العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق، وأكثرها تدميراً للبلدات والمباني. الفرقة 36 هي الفرقة الهجومية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، نفذت عمليات عسكرية واسعة في مناطق عدة بقطاع غزة. وتعد الفرقة المدرعة 36 أكبر التشكيلات العسكرية العاملة في الجيش الإسرائيلي. الفرقة 91 هي فرقة إقليمية تابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، والمسؤولة عن الجبهة مع لبنان. كانت تخضع لتدريبات دفاعية، لكن مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية دخلت لمرحلة التدريبات الهجومية قبل أشهر قليلة. الفرق الثلاث ستدخل إلى لبنان لتحقيق الهدف الكبير الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو تغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات.